مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وفقرة أخرى من فقرات حلقة الأهلي ليلة النهاردة بعد الفقرة الأولى مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين. وسعيدني أن يكون معايا في هذه اللحظات أحد نجوم النادي الأهلي السابقين، واللي كان يعني ليه دور كبير جدا في تحقيق انتصارات وبطولات عديدة للقلعة الحمراء، وهو الكابتن الكبير كابتن عبد الله فاروق نجم النادي الأهلي السابق. كابتن عبد الله منورني ومشرفني. اخبارك ايه؟ والله انا مبسوط ان انا معاك النهارده. انا اسعد والله. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تمام والله الحمد لله. يعني في حاجات كتير جدا عايزين نتكلم فيها، وخلينا نبتدي بالنادي الاهلي ومسيرته في بطوله الدوري وتقييمك للفريق خلال المرحله الكبيره السابقه. لا يعني خلال المرحله السابقه ما شاء الله الاهلي رجع الاهلي بتاع زمان اللي بيخوف اي حد. اي حد حاليا في الوقت الحالي اي فرقه بتنزل قدام النادي الاهلي عارفه ان هي هتخسر. بلعبته بنجومه بروح الفانة الحمراء اللي موجودة بالقلب بالقيم بالمبادئ بتاعت النادي الأهلي، فحاليا أنا يعني ما فيش قلق على النادي الأهلي من أي حاجة خالص. شايف ان النادي الاهلي كان بيمر بمرحله صعبه وخلاص قدر ان هو يتخلص من هذه المرحله، خصوصا بعد تدعيمات كتيره قدر النادي الاهلي يتعاقد معها في يناير، كمان عوده بعض المصابين اللاعبين المهمين جدا، ولسه في كمان مصابين اكتر هيرجعوا خلال الفتره الجايه. تمام. بالظبط، يعني على طول بنقول الاسد يمرض ولا يموت، فهي كانت فتره للنادي الاهلي كان عدد اصابات كتير، لكن الحمد لله في شهر واحد في تدعيمات كويسه جدا حصلت، لعيبه كويسه جدا دخلت النادي الاهلي، في لعيبه كتير رجعت من الاصابات، وان شاء الله لما بقيه اللعيبه ترجع من الاصابات هيبقى في شكل تاني واحسن واقوى للنادي الاهلي ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله. طيب الاهلي ما شاء الله اخر مباراه امام الجونه قدر ان هو يفوز ويحقق الانتصار التام ليه على التوالي في بطوله الدوري. شايف الاسباب اللي خلت النادي الاهلي يعود سريعا للمنافسه، خصوصا ان هو كان بعيد عن المنافسه خلال الفترات السابقه، سواء بسبب المؤجلات بسبب بعض الهزائم القليله اللي تعرض ليها في بطوله الدوري، اللي ساعد الفريق بشكل او باخر ان هو يعود بهذه الصوره القويه للمنافسه على بطوله الدوري؟ انت خلاص الفريق ما بينك وبين المركز الاول 4 نقاط. بالظبط. لا هو في الفتره الاولانيه كان في اصابات كتير وما كانش فيه التدعيمات الكافيه اللي هي تغطي الاصابات اللي كانت موجوده. كويس. فكان معظم اللعيبه اللي بيغيب 3 اسابيع 4 اسابيع، فبيبقى في فرق في يعني بيساب في مكانه فراغ، مش ما فيش حد بيبقى موجود بيغطي، لكن دلوقتي حاليا الحمد لله اللعيبه كلها معظم اللعيبه رجعت وبقى المستويات متقاربه ما بين اللاعب الاساسي او الاحتياطي، فلا يعني واحد لو غاب الثاني هو موجود بيسد، فدي بتفرق كتير لما يبقى عندك ال 30 لعيب او ال 25 لعيب بتوعك قريبين من بعض. يعني ما تقلقش على الفرقه بتاعتك، لو حد غاب الثاني لما بيلعب بيسد. احمد فتحي لما مش موجود، محمد هاني ما شاء الله عليه بصراحه مأدي بشكل هايل، علي معلول لو مش موجود، ايمن اشرف لما بيجي يلعب باك ليفت بيبقى كويس. ففي نص الملعب لما هشام او عاشور مش موجودين، السوليه ما شاء الله تألق، ناصر ماشي كويس، حمدي لما بيرجع بيلعب بيبقى كويس، فالحمد لله المستويات متقاربه، فدي بتفرق مع الفرقه بشكل كبير جدا يعني. طيب خلينا نمسك المباراه الاخيره بالتحديد امام الجونه، ومباراه كانت صعبه جدا سواء بسبب الملعب، يعني الجو فيه صعب شويه، تيارات الهواء كتيره، كمان موعد المباراه كان العصر والاهلي مش متعود يلعب في هذا التوقيت، فكانت مباراه صعبه، لكن قدر النادي الاهلي ان هو يفوز بنتيجه 2-1. شفت المباراه دي ازاي؟ واللي لفت نظرك على مدار ال 90 دقيقه بالنسبه للنادي الاهلي؟ اللي لفت نظري يعني على مدار 90 دقيقة ان النادي الاهلي زي ما قلت لك رجع زي الاول، بيخش فيه جون ما فيش اي مشكلة خالص، بالظبط الروح رجعت، روح الفرنة، روح التيشيرت الحمراء بتاعتك اللي انت لابسها رجعت، ولاد النادي اللي موجودين في الملعب تحس بالقلب تحس بالغير على النادي الاهلي، فدي فترة كنا مفتقدينها، لكن دلوقتي الحمد لله بقت موجودة بشكل كويس جدا، فلا ما تقلقش، خسران بتقدر تتعادل في 10 دقائق بالظبط، حرصت يعني الهدف الاول وبعد كده الدقيقه 85 او 86 في 10 دقائق بالظبط قدرت تتعادل وتكسب، فلا يعني الحمد لله الشكل بقى احسن كتير من الفترات اللي فاتت. اللي لفت نظرك من لاعبي النادي الاهلي على مدار المرحله الكبيره السابقه، يعني مين اللاعبين اللي ممكن انت شايفهم ان هم تالقوا ويشدوا ليهم الجمهور النادي الاهلي بتحديد الذواق لكره القدم بكل تاكيد؟ يعني الفتره اللي فاتت السوليه وناصر ماهر بصراحه مأدين دور هايل في نص الملعب الاثنين، بتحس ان هم بيتحكموا في الريتم بتاع النادي الاهلي، في اداء النادي الاهلي، الريتم عايز يبقى سريع بيسرعوا الريتم، عايز الاهلي كسبان وعايز يهدي الريتم شويه بيهدوا الريتم، فلا يعني في تجانس ما بينهم كويس في نص الملعب، فلا يعني لافتين النظر
قوي يعني الاثنين. عايز اتكلم على السولية بالتحديد وكمان كريم نيدفيد يعني بصراحه. وكريم نيدفيد صح، كريم عامل موسم حتى الان مع الاهلي لا هايل بصراحه. التحول في المستوى يعني بالتحديد كريم نيدفيد ما كان المستوى كان يعني فيه انتقادات كبيره جدا من كل المتابعين. هو اتظلم برضو الولد في بعض الفترات انه ما كانش بيشارك او بياخد دقائق كثيره يقدر من خلال ان هو يثبت نفسه. التحول ده بيرجع للمدير الفني طبعا. هو اللي بيقدر يتحكم في تطور مستوى اللاعب ولا اسلوب اللعب ولا في عوامل نفسيه اخرى مثلا تكون بالنسبه للعيب يعني؟ لا التحول ده بيرجع للمدير الفني من بقى من كل العوامل، عوامل نفسيه، عوامل فنيه، عوامل ولا يهمك الالم ولا يهمك عادي سيب سيب فاهم، عوامل نفسيه، عوامل فنيه، عوامل تكتيكيه، فكله بيرجع للمدير الفني. بيقدر ازاي تتعامل مع ال 30 لعيب بتوعك كويس، بتخلي ال 30 لعيب بتوعك بيحبوك كلهم، ما فيش حد بيكرهك او حاجه من الحاجات دي، لكن هو في الملعب في التمرين في تنافس، في كل واحد عايز يحجز مكانه في الفرقه الاساسيه، فدي حاجه بتفيدك ودي بتبقى مراجعه من المدير الفني بتاعك. المدير الفني بتاعك هو اللي بيحط الاساسيات دي، بيحط السيستم اللي انت ماشي عليه، فبالتالي بيرجع كله بيعود على الفرقه. كريم ظهر بشكل كويس الفتره اللي فاتت، كريم بالذات لان هو كان يعني الناس ما كانتش متوقعه ان كريم يبقى بالمنظر الجيد جدا ده، لكن عمرو السولية في المقابل كان يعني بعض الفترات كويس، بعض الفترات مستواه يقل شويه، لكن هو في الاول وفي الاخر لعيب كبير عمرو السولية. ممكن للدرجه دي ان المدربين السابقين هم اللي كان ليهم اثر سلبي بالشكل ده على اللاعبين ان هم ما يظهروش بالقدرات اللي بنشوفها حاليا؟ ممكن ممكن المدير الفني الحالي دلوقتي بيتعامل نفسيا مع اللعيبه احسن، فده نفسيا طبعا اهم حاجه في اللعيب الكوره انت تتعامل معاه نفسيا كويس. تعاملت معاه نفسيا كويس ونفسيته مرتاحه هيقدر يديك ويطلع لك كل اللي عنده. ده اهم حاجه في لعيب الكوره، لازم تبقى نفسيتك مرتاحه جدا عشان يقدر يديك ويطلع لك كل اللي عنده. فانا اعتقد ان هو المدير الفني بتاع النادي الاهلي اتعامل مع كريم نفسيا كويس، فبالتالي كريم ظهر بالمستوى اللي احنا شايفينه ده ما شاء الله، بيلعب بيبقى يعني كويس جدا يعني الراجل ما لحقش يعني اول ما جه كريم ابتدى يتالق بالظبط بقى. هي بتبقى نفسيا في الاول يعني انت حتى لو قعد معاه 10 دقائق اتكلم معاه ممكن بخمس دقائق اتكلم معاك نفسيا تبقى مرتاح، تنزل الملعب تديني كل اللي عندك، طلع كل اللي عندك. فدي بتبقى حاجه مهمه جدا، العامل النفسي دي اهم حاجه في لعيب الكوره، لازم تبقى نفسيتك مرتاحه عشان تقدر تأدي في الملعب وتدي للمدير الفني بتاعك المطلوب منك بالظبط. انت طبعا لعيب كبير وكنت متواجد في النادي الاهلي وفي قطاع الناشئين كمان بالنسبه للنادي الاهلي الفتره اللي فاتت، هل هي من خلال متابعتك على مدار السنوات الكثيره الماضيه كانت اصعب الفترات على النادي الاهلي؟ طبعا ما مرتش عليكم قبل كده؟ لا خالص خالص. يعني بدايه الموسم السنه دي اصعب الفتره، اصعب فتره مرت على النادي الاهلي في تاريخه. زي ما قلت لك بتبقى فيه برضو عوامل كتير بالظبط، ما كانش فيه دعم كافي في اول السنه، ما كانش الاصابات كانت كتيره، لكن دلوقتي الحمد لله الامور رجعت الحمد لله يعني. فرص النادي الاهلي للحصول على بطوله الدوري السنه دي خصوصا بعد ان انت كان بقالك فتره بعيد خالص عن القمه، فرق كان اكتر من 8 نقاط على ما اتذكر، ليك مؤجلات كتيره. قبل ما اتكلم في ظروف النادي الاهلي في بطوله الدوري، هل المؤجلات دي بتبقى حاجه ايجابيه للفريق ولا سلبيه؟ يعني انت دلوقتي فرق كتير سبقتك في جدول الدوري من خلال لعب عدد مباريات اكتر منك، المؤجلات اللي بالنسبه لك دي بتعمل ضغط عليك سلبي ولا ايجابي من وجهه نظرك؟ بص هي يعني ممكن تعمل ضغط عليك في ضغط الماتشات، انت بتلعب كل يومين ماتش او كل ثلاث ايام ماتش. طبعا يعني لكن بيبقى في فرق نقاط برضه مع الفريق الاول مثلا. بالنسبه للنادي الاهلي ما بيفرقش عادي، بالنسبه للنادي الاهلي نادي بطولات، نادي كبير ليه اسمه وتاريخ، فالحاجات دي ما تفرقش. لكن ممكن انديه ثانيه صغيره ممكن تفرق معاها الحاجات دي، الاقي فرقه ثانيه فارقه عني ما اقدرش اجيبها، لكن بالنسبه للنادي الاهلي هو النادي الاهلي بيبص لماتشاته، بياخد كل ماتش بماتشه. تلعب النهارده مثلا ربنا كرمك كسبت خلاص قفلت الصفحه دي، بتركز في الماتش اللي بعديه. لكن بالنسبه للنادي الاهلي ما بيفرقش معاه الحاجات دي كلها. لكن هي المشكله بتبقى في ضغط المباريات، ضغط المباريات، اجهاد اللعيبه، بتبقى بتلعب كل يومين ماتش، كل ثلاث ايام ماتش، ده بيبقى ضغط على اللعيبه كبير، فهي دي بتبقى المشكله في المؤجلات. غير كده بالنسبه للنادي الاهلي ما بيفرقش معاه الفرق اللي بنقط، الحاجات دي ما بتفرقش خالص مع النادي الاهلي. شايف فرص النادي الاهلي في الفوز بالبطوله السنه دي ايه من وجهه نظرك؟ لا ان شاء الله باذن الله فوز كبيره كبيره، اعتقد ان شاء الله باذن الله. الفرق بينك، المعطيات اللي خليتك تقول كده مثلا، يعني الفرق بينك وبين الزمالك اربع نقط بس، اربع نقط. هو عندي هتلعب الزمالك ماتشين،
ماتش في الدور الاول ماتش في الدور الثاني، فان شاء الله فرصتك تكير، ربنا يكرمك تكسب الماتشين دول خلاص انت فرقت عن الزمالك بقيت اول. فان شاء الله باذن الله فرص النادي الاهلي كبيره والدوري النادي الاهلي ان شاء الله السنه دي باذن الله. يا رب ان شاء الله. لكن في نفس الوقت نادي الزمالك اكيد نادي كبير ونادي طبعًا محترم وبينافس بكل قوه هذا الموسم، لكن طبعًا المباراه القادمه بالنسبه للنادي الاهلي مع بتروجيت وقبليها لاول مره من فتره كبيره يبقى عندك 7 ايام تقريبا من راحه، شايف النادي الاهلي ازاي يقدر يستفيد من فتره الراحه دي؟ انا شايف ان يعني هيعمل ريكفري كويس للعيبه، هيبدا يجهز بقى اللعيبه الموجوده ممكن يغير، لكن انا شايف الماتش في بتروجيت الجاي هيبقى ماتش صعب جدا خصوصا في الوقت الحالي، لان بتروجيت راجع بقوه بالظبط يعني ما شاء الله ماتشين ورا بعض 6 نقط بدا من كان اخر في اخر الدوري دخل دلوقتي بقى في نص الجدول فهيبقى ماتش صعب، فلازم ان شاء الله ربنا يكرم من اول ماتش نبدا نركز فيه ان شاء الله ان هو ربنا يكرمنا وناخد الماتش باذن الله. بالمناسبه انت في بطوله الدوري عندك بتروجيت وبعديه الزمالك على طول يوم 30 قبل طبعا مباراه الزمالك هيبقى في ماتشين في افريقيا. ماتشين في افريقيا. مباراه فيتا كلوب ومباراه شبيبه الثوره، يعني هو اعتقد شهر الحسم بالنسبه للنادي الاهلي في بعض البطولات. بالتالي انت شايف ان الفرص لسه كبيره بالنسبه للنادي الاهلي، لكن المنافسه هل بتنحصر في الفتره دي ما بين الاهلي والزمالك بس ولا بيراميدز معاهم في الصوره رغم الاخفاقات بالنسبه لهم الاخيره في بطوله الدوري؟ لا يعني هو بيراميدز هيبقى موجود بس هيبقى تحت الاهلي والزمالك، انا اعتقد ان هي المنافسه هتبقى بين بالظبط انا المنافسه هتبقى بين الاهلي والزمالك، بيراميدز هيبقى موجود هيبقى الثالث، لكن انا من وجهه نظري المنافسه بطوله الدوري السنه دي هتبقى اهلي وزمالك. ده هو الشيء الطبيعي يعني بالظبط يعني هو يعني بيراميدز الفتره الاخيره تعثر ماتش ويعني بينه وبين الاهلي دلوقتي هو دلوقتي متساوي مع النادي الاهلي بالظبط وهو لاعب اكتر من النادي الاهلي 3 مباريات بالظبط فالتلات ماتشات فالاهلي كسب ال3 ماتشات ده بقى فرق 9 نقط فهيبقى يعني شايف ان هو هيبقى بعيد شويه عن المنافسه هيبقى فرق 13 نقطه مع الزمالك بالظبط فيعني هي هيبقى انا شايف بيراميدز هيبقى بعيد شويه عن المنافسه هتبقى المنافسه محصوره ما بين الاهلي والزمالك السنه دي. اكتر الفرق اللي عجبتك في بطوله الدوري السنه دي شايف مين الفرق اللي هي لفتت نظرك او الفرق اللي احنا نقدر نقول عليهم الحصان الاسود في بطوله الدوري؟ الجونه في الدور الثاني انا شايف في الدور الثاني عمل تدعيمات قويه جدا، جهاز فني جديد، كابتن حسام غالي مدير كوره جديد، واخد 4 معارين من النادي الاهلي ما شاء الله متالقين الـ4 فانا شايف في الدور الثاني الجونه عامل مباراه قويه جدا. الجونه هو اللي يعتبر فريق جيد بالظبط في الدور الثاني الجونه ما شاء الله يعني تتوقع ان هو يبقى في بطوله الدوري؟ لا ان شاء الله يبقى. طب شكل المنافسه على البقاء في بطوله الدوري شايفها ازاي؟ عندنا عدد كبير جدا من الفرق، يعني لو بصينا لجدول ترتيب بطوله الدوري العام هنقول بدايه من المركز الثامن او التاسع 31 بالزبط. نقطه والاخير 20 نقطه يعني فارق قليل جدا في المباريات أو في النقاط يعني وخصوصا ان في بعض الفرق لسه ليها بعض المباريات يعني فاعتقد منافسه قويه شايفها ازاي المنافسه على البقاء السنه دي؟ لا هي صعبه السنه دي بتبقى صعبه يعني السنه دي المنافسه على البقاء في الدوري صعبه وانا بقول لك لسه بقول لك بتروجيت كان الاخير في الدوري دلوقتي بقى 12 ب6 نقط يعني وام بي عنده تقرب ماتشين او 3 من برضه لسه ما لعبهمش فلو كسب الماتشين او 3 هيروح طالع فوق صح فهي المنافسه السنه دي بقت صعبه بقت صعبه جدا يعني وصعب اي حد يتوقع ان الـ3 اللي ينزلوا في السنه دي اول مره اعتقد نلاقي منافسه على البقاء بهذا الكم من الانديه صح بالظبط اول منافسه اول سنه يعني من زمان جدا ما فيش منافسه على البقاء في الدوري وما فيش منافسه على اللقب الدوري زي السنه دي يعني السنه دي صعبه الزمالك ماشي كويس الاهلي يعني كان في سنين كتيره الدوري بيحسم قبل ما يخلص بست او سبع اسابيع كان يعني ايام ما كنت انا في ناشئين الاهلي كان مستر مانويل بيلعب الدوري واخد الدوري قبلها ب6 اسابيع بياخد اجازه وبيدي اللعيبه اللي لعبت الدوري كله اجازه وبيطلع الناشئين يلعبوا ال6 اسابيع الباقيين فبقول لك لا يعني السنه دي مختلفه السنه دي حتى كان خلى كابتن حسام بدري في مرات كمل مدير فني بالظبط فلا السنه دي المنافسه على الهبوط صعبه والمنافسه على الدوري صعبه فيعني السنه دي مختلف تماما عن كل سنه طيب يعني اكيد نتمنى ان الامور تسير بشكل جيد لكن المنافسه سواء في القمه او في القاع هل ده مدي اثاره لبطوله الدوري السنه دي وبالتالي هيكون في طعم لهذه البطوله بشكل اكبر في حاله ان شاء الله الفوز بيها بالنسبه للنادي الاهلي؟ طبعا بيختلف الموضوع بالظبط طبعا يعني انت لما تبقى مثلا الزمالك متصدر من اول الدوري والاهلي عشان الماتشات المؤجلات بتاعه وربنا يكرمك تكسب وتاخد البطوله لا اعتقد السنه دي هيبقى ليها طعم مختلف تماما عن كل سنه هتبقى احلى بكتير من كل سنه
طيب عايز اتكلم تحديدا عن مستر مارتن لاسارتي المدير الفني بالنسبه للنادي الاهلي. شايف ان هو بصماته ابتدت تظهر على فريق النادي الاهلي من حيث الجوانب التكتيكيه، بعض الجوانب الفنيه من وجهه نظرك؟ طبعا. زي ايه؟ طبعا ظهرت يعني زي ما قلت لك، عوده الروح الفانله الحمراء رجعت، عوده الفانله الحمراء بتاعت النادي الاهلي رجعت، الروح الانتماء للنادي الاهلي رجعت بقى، 8 ماتشات تكسب ورا بعض متتاليه، فيعني ماتش الجونه تبقى خسران وترجع في 10 دقائق، لا يعني الحاجات دي كنا مفتقدينها في الاول في اول الموسم، لكن دلوقتي لا بدات ترجع ولمسات بدات تظهر، لعيبه كتير بدات تتالق بقى، عندك يعني في اللعيبه ممكن بيبقى فيه ثلاثه تحت الفيرود الماتش دوت، الماتش اللي بعديه بتلاقي ثلاثه ثانيه مختلفين وبيقدموا بنفس المستوى. فلا لا هو فعلا قلت نقطة مهمة جدا، أول مرة من فترة نلاقي كم كبير من لاعيبة النادي الأهلي بيتألق في المباريات، يعني الفترات اللي فاتت أو الموسم اللي فات تحت قيادة كابتن حسام البدري يعني كنا بنشوف عبد الله السعيد، جونيور أجاييه، وليد أزارو، هم أبرز اللي في الفرقة تقريبا. بالزبط. دلوقتي لا، أنت عندك عدد كبير من اللاعبين بيتألقوا، دي حاجة إيجابية. دي حاجة إيجابية جدا، وبعدين وبرضه عندك اللعيبة زي ما بقول لك، في النهاردة في ناس بتلعب، الماتش الجاي ناس تانية مختلفة تماما بتلعب، بيأدوا بنفس المستوى، ما بتحسش إن في فرق، فدي ميزة لما طيب. يبقى عندك اللعيبه طيب. كلها زي بعضها، دي ميزه. خلينا سريعا نروح نستقبل على الهاتف الكابتن ايهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني المصري. يا استاذ ايهاب مساء الفل على حضرتك. طيب التليفون فصل، هنجيبه تاني. اوكي، مداخله اكيد هتكون مهمه جدا خصوصا طبعا. في ظل قائمه المنتخب اللي تم الاعلان عنها اليوم واللي شملت انضمام 3 لاعبين من النادي الاهلي، وهنتكلم في ملف المنتخب طبعا خلال الحلقه، لكن عايز اتكلم عن مسيره النادي الاهلي الافريقيه من وجهه نظرك. النادي الاهلي دلوقتي بيحتل المركز الاول في مجموعته الرابعه وبرصيد 7 نقاط، شايف المسيره بالنسبه للفريق في البطوله الافريقيه ازاي؟ يعني طيب قبل ما نتكلم نروح للمهندس ايهاب لهيطة مدير المنتخب المصري. يا باشمهندس مساء الفل على حضرتك. خير يا فندم، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله يا طبعا عايزين نطمن من حضرتك على استعدادات المنتخب المصري للمرحله الهامه جدا المقبله، وخصوصا ان احنا عندنا مباراه ممكن ما تكونش مباراه قويه قوي او الامور خلاص كلها محسومه بالنسبه لمنتخب مصر بالنسبه لمباراه النيجر، لكن هيليها مباشره مباراه نيجيريا المباراه الوديه في اطار الاستعداد للهدف الاسمى والاهم وهي بطوله الامم الافريقيه. عايزين نطمن من حضرتك على كل ما يخص المنتخب الوطني المصري. تمام يا فندم، زي ما حضرتك قلت في الفيفا ويند اللي جاي ان شاء الله من 18 ل 26 مارس في مباراه رسميه مع النيجر، لسه متحدد ميعادها بعد، لكن في مباراه مع نيجيريا ان شاء الله في مدينه اصابع يوم 26 مارس. مثل اجيال طبعا زي ما كنا قلنا من فتره بنحاول نشوف بعض الوجوه الجديده في الفتره الحاليه. كويس. تم اختيار 25 لاعب النهارده وان شاء الله يكون المعسكر ينطلق ان شاء الله يوم 18 مارس ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، لكن فيما يخص محمد صلاح طبعا مستبعد من القائمه بالنسبه لمحمد صلاح، احمد حجازي، هل التنسيق معاهم كان ماشي بانهي شكل؟ وخصوصا ان هم اكيد احد الاعمده الرئيسيه بالنسبه لمنتخب مصر خلال الفتره الجايه، واكيد معاهم كمان محمد الشناوي. ما زي ما قلت لحضرتك الراجلي كان قايل من فتره انه هيريح بعض العناصر. كويس. عشان عايز يشوف بعض الوجوه الجديده يعني. طيب ده شيء اكيد مهم جدا، لكن عايز اخد حضرتك لجزئيه اخرى وهي خاصه بضغط المباريات في بطولات الدوري بالتحديد او بطوله الدوري بالتحديد بالنسبه للدوري المصري، هل ده شايفه عامل ايجابي ولا سلبي بالنسبه لمنتخب مصر بالتحديد فيما يخص ضغط المباريات في بطوله الدوري؟ لا طبعا انا شايف مستر اجيري والجهاز الفني بيتابعوا مباريات الدوري طبعا جميع المباريات، لكن انا شايف الحمد لله في الفتره اللي فاتت برضه الدوري المصري ماشي بصوره جيده، في بعض اللعيبه الجداد اللي هو مستر اجيري زي ما قلنا بيفكر فيهم، وان شاء الله يكون اخلاص كويس للمنتخب ان شاء الله. ان شاء الله. طيب في البدايه كانت بطوله الامم الافريقيه مش هتكون في مصر، لكن خلاص تم حسم الامور وهي هتكون في مصر، هل ده هيعمل نوع من انواع الضغط الاكبر على المنتخب المصري بضروره الفوز ان شاء الله باذن الله بهذه البطوله خصوصا على الاراضي والملاعب المصريه يا باشمهندس؟ طبعا هيكون في ضغط، بس يكون في برضه مميزات، يعني يكون منتخب مصر بيلعب في بلدي الحمد لله بفضل الجماهير وفضل الشعب كله وراه، نوع من الضغط، لكن في برضه من نوع من العائد الايجابي طبعا يعني. طيب يعني اكيد بنتمنى لكم كل التوفيق، لكن اخيرا عايز من حضرتك رساله سواء للاعبي المنتخب المصري او كمان لجمهور الكره المصريه اللي اكيد ان شاء الله هيكون داعم رئيسي واساسي خلال الفتره الجايه بالنسبه للمنتخب المصري. بالظبط زي ما انت قلت، يكون داعم في الفتره اللي جايه لمنتخب مصر ان شاء الله، ربنا يحفظ ظنهم
والبطولة إن شاء الله زي ما أنت عارف شهر 21/6 ده الافتتاح، إن شاء الله مفتاح قوي لغاية المباراة النهائية إن شاء الله. إن شاء الله. بشكرك يا باشمهندس، شكرا جزيلا. طبعا المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني المصري، واضح إن هو مستعجل جدا في كلامه لأن هو في المطار رايح، اكيد يعني عنده رحله خاصه اكيد بمنتخب مصر، لكن اكيد نتمنى كل المنتخب سواء جهاز فني او لاعبين كل التوفيق خلال المرحله الهامه جدا المقبله. طيب كنا بنتكلم عن مسيره النادي الاهلي الافريقيه وتقييمك حتى الان لهذه المسيره وفرص النادي الاهلي في الفوز بهذا اللقب، خصوصا ان احنا اخر بطولتين وصلنا النهائي وللاسف ما فزناش بالبطوله. لا انا شايف ان يعني السنه دي في تركيز كويس قوي على البطوله الافريقيه، ما شاء الله ماشيين كويس، يمكن المباراه الاخيره بس اللي تعثرنا فيها وما عملتش فرق كبير لان احنا لسه في المركز الاول وفي فرق برضو اعتقد بونت عن المركز الثاني، وعندنا ماتشين لسه ان شاء الله الماتشين الجايين دول ربنا يكرمنا ونحسمها من بدري ونقدر ان شاء الله السنه دي باذن الله ناخد مباراه فيتا كلوب، مباراه صعبه جدا لان هو موقفه يعتبر صعب في المجموعه، فهيبقى محتاج ان هو يكسب وفي نفس الوقت المباراه على ارضه ووسط جماهيره وهو فريق صعب جدا على ارضه. شايف ان النادي الاهلي يقدر يتخطى فريق فيتا كلوب هناك؟ النادي الاهلي متعود على الحاجات دي من زمان، النادي الاهلي لعب ياما فرق برده محتاجه وعلى ارضها وقدر يحسم المباراه سواء بالمكسب او بالتعادل، بيرجع باللي هو عايزه يعني. فاعتقد ان خبره لعيبه النادي الاهلي وادائهم الفتره اللي فاتت ديت وتركيزهم يقدر ان شاء الله يحسم المباراه باذن الله بالايجاب للنادي الاهلي ان شاء الله. بالنسبه لبطوله دوري ابطال افريقيا بالتحديد، ايه اللي بيختلف ما بين فريق النادي الاهلي هذا الموسم وفريق النادي الاهلي سواء الموسم الماضي او قبل الماضي اللي احنا من خلالهم خسرنا البطوله؟ لا يعني في اعتقد الموسم الماضي كان في بعض الاصابات اثرت على اللعيبه على المباراه النهائيه. السنه دي لا، يعني زي ما قلت لك في اللي يعوض، يعني لو لا قدر الله حد اتصاب البديل بتاعه جاهز ويقدر يأدي بنفس في الشكل. فلا السنه دي مختلفه، السنه دي في لعيبه كويسه، في تدعيمات كويسه جدا، في لعيبه جاهزه، الحمد لله الناس رجعت من اصابات كتير، ربنا يكرم الناس اللي باقيه ترجع ان شاء الله. عندك قوام فريق ما شاء الله، يعني لو حد غاب لا التاني بيقدر يأدي بنفس المستوى يعني. فان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله السنه دي في بطوله افريقيا ونقدر ناخدها باذن الله ان شاء الله. البطوله السنه دي مضغوطه شويه، هل ده في صالح النادي الاهلي؟ يعني هي البطوله هتخلص تقريبا في اخر يوم في شهر 5 او اول شهر 6، الضغط المباريات في البطوله دي وان البطوله في حد ذاتها مضغوطه كلها ورا بعض، المباريات بتاعتها ورا بعض، هل ده في صالح النادي ولا ممكن ما يكونش عامل ايجابي بشكل كبير بالنسبه للفريق؟ ده قدر النادي الاهلي. النادي الاهلي نادي كبير وتاريخ، فده قدر النادي الاهلي ان هو في معظم بطولاته بيبقى المباريات مضغوطه، في الدوري مباريات مضغوطه، في بطوله افريقيا مباريات مضغوطه، في الكاس، فده قدر النادي الاهلي. فالنادي الاهلي قادر ان شاء الله باذن الله يعدي المرحله دي بنجاح ان شاء الله. خدت كام بطوله مع الاهلي؟ انا خدت حوالي 4، اصعب دوري وكاس و سوبر سوبر مصري. يعني الكاس الاصعب والاغلى بالنسبه لك؟ لا الاغلى بطوله الدوري طبعا. بطوله الدوري طبعا، بطوله الدوري هي البطوله المفضله اكيد بالظبط. لكن الاصعب كانت اعتقد اللي هي بطوله الكاس، لان كان فيها برضو ضغط مباريات وبتروح تسافر تلعب في افريقيا وبترجع تلعب ماتش في الكاس تلعب دوري، فكانت صعبة شوية. مستوى الدوري من الناحية الفنية عالي شوية عن أيام ما كنتوا متواجدين أو أيام ما حققتوا البطولات، يعني حوالي من 10 سنين أعتقد كنت متواجد في النادي الأهلي. هل فارق الفني ما بين المواسم دي كلها دلوقتي أصبح أفضل؟ بقى في إثارة أكتر والمنافسة أكبر ما بين الفرق؟ المنافسة بقت أكبر. لكن الفني لا، يعني الأول كان في لعيبة جامدة، لعيبة تانية خالص، لعيبة يعني فنيات ما شاء الله عالية جدا يعني. بتكلم على أبو تريكة، بركات، على حازم إمام، على لا لعيبة يعني مش عايز أنسى حتى كلهم مع حفظ الألقاب. طب أبرز يعني ما كان يميز لعيبة النادي الأهلي سواء أنت بتقول بركات، عماد متعب، أبو تريكة، كلام من ده، بخلاف الناحية الفنية، إيه اللي كان بيميزهم واللي كان بيخليهم يتألقوا بالصورة اللافتة للنظر دي ويقدروا يحققوا كل البطولات تقريبا في هذا التوقيت؟ التزام. الالتزام إيه طبعا، ناس يعني باساميهم وبحجمهم في الكره المصريه الناس ملتزمه جدا، التمارين بيبقوا حاضرين قبل التمرين بساعه، في الملعب في تمرين الملعب الناس ملتزمه جدا، ما فيش هزار، بياخدوا الامور بجديه. كل واحد عارف هو عايز ايه، يعني احتراف بجد، كل واحد عارف حاطط هدف لنفسه بيوصل له،
فدي ميزه كبيره انا اتعلمت منها. يعني انا لما طلعت مع الناس دي انا اتعلمت منهم، اتعلمت منهم كتير. اتعلمت منهم هزار، الالتزام، عدم الهزار في التمرين، بتحط لنفسك هدف لازم توصل له. فلا يعني الناس دي محترفه بجد يعني. يعني هو كل لعيبه النادي الاهلي دايما بيكون ليهم مميزات اخرى عن باقي الفرق يعني بشكل عام، وده اللي بيرجح كفتهم في حسم العديد والعديد من البطولات. طيب نروح نتكلم شويه على المنتخب. النهارده كان في قائمه خرجت من قبل مستر اجيري المدير الفني لمنتخب مصر، واعلن 25 لاعب في قائمه المنتخب خلال الفتره اللي جايه. تقييمك للاختيارات اللي اختارها مستر اجيري حتى الان بالنسبه للمنتخب، وخصوصا زي ما كان معانا المهندس ايهاب الهيطه كده وقال ان الفتره دي او المعسكر القادم بالتحديد اللي هيبتدي من يوم 18 مارس ده هيتم فيه النظر على بعض اللاعبين، الوقوف على امكانياتهم، مدى افادتهم بالنسبه لمنتخب مصر خلال المرحله اللي جايه. رايك ايه في ال 25 لاعب اللي تم اختيارهم؟ هو من الواضح ان هو مريح ناس كتير، عايز يبص على ناس لسه اول مره تخش المنتخب. ف يعني خليه نجرب ونشوف الناس اللي اختارها دي فعلا تصلح تلعب لمنتخب مصر ولا لا. فيعني اعتقد ان هو ماشي بشكل كويس. يعني هو انا زي ما قلت لك برضو زي مستر مانويل لما كان الناس بتلعب كان بيبدا بقى يبص الناس على ناس ثانيه، يبص على ناشئين، يبص على الناس اللي ما بتلعبش. فدي برضو هو بالنسبه للبطوله للصعود محسوم، والبطوله عندنا في ملعبنا، فاعتقد ان هو محتاج يبص على عدد كبير من اللعيبه في الدوري المصري. شايف ان في بعض الاسماء كان ممكن تستحق ان هي تكون متواجده الفتره دي؟ انا شايف الناصر، ناصر ماهر. ناصر ماهر. يعني احنا شايفين بصراحه بيأدي بشكل كويس جدا، متألق الفتره الاخيره بشكل لافت للنظر. فكنت اتمنى ان هو يبقى موجود في الناس اللي موجوده يعني. طيب اكيد لسه الفرصه قائمه والبطوله لسه في شهر 6 القادم، فكل الفرصه او الفرص كلها قائمه بالنسبه لكل اللاعبين وبالتحديد لاعبي النادي الاهلي او كل لاعبي المصري الدوري المصري بشكل عام، لان هدفنا كل واحد هو فوز المنتخب المصري بهذه البطوله، خصوصا ان هي مقامه على مصر. اخيرا وانا بختم معاك، عايز اطمن على الفريق اللي انت ماسكه في قطاع الناشئين، ماسك سن كام؟ فريق 2000 2018 ماشيين ازاي بقى؟ يعني ماشيين اول الحمد لله. الامور تمام يعني، ماشيين اول فريق يعني فرقنا عن الثاني 9 نقط ولسه عندنا مباراه مؤجله يعني. فالحمد لله الامور ماشيه تمام جدا، كابتن امين شغال بشكل كويس جدا كويس. والحمد لله الامور في مواهب ان شاء الله نلاقيها في لا يعني في مواهب كتيره جدا كتير. عندنا في فرقه 2000 ما شاء الله في لعبه كويسه جدا، لعبه كويسه جدا. كابتن امين شغال معاهم كويس، بطلب ان هو يعمل لهم عقود لان هم لعيبه فعلا فعلا كويسه وتستحق ان هي تبقى موجوده في النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن عبد الله فاروق نورتني وشرفتني، احد نجوم النادي الاهلي السابقين، واستمتعت جدا بالحوار معك. والله انا كنت مبسوط جدا انا امير، انا كنت معاك النهارده وشرف ليا ان انا اكون معاك، ودي حاجه يعني تعلي مني ان انا اكون معاك اعلامي شاطر ومميز ما شاء الله. فانا مبسوط جدا 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 ان انا كنت معاك النهارده. ربنا يخليك، ده شرف لينا وده اكيد بيتك ومكانك. ودي كانت فقرتنا الثانيه من حلقه الاهلي الليله النهارده مع نجم كبير من نجوم النادي الاهلي السابقين من كابتن عبد الله فاروق. لكن الفقره المقبله هتكون فقره غايه في الاهميه، خصوصا انها هتكون من خلال زميلي العزيز الكابتن خالد العوضي، واللي هيستضيف فيها الدكتور عزه زيان رئيس لجنه المراه، واستاذه رنا بدر الدين سكرتيره اللجنه، وحديث فيما يخص الجوانب الاجتماعيه واللجان داخل مقرات النادي الاهلي المختلفه. ده هيكون لقاء وفقره حواريه مهمه جدا في حلقه الاهلي الليله النهارده، بخلاف كمان الفقره الاخيره اللي ايضا هتكون مع الكابتن الكبير كابتن خالد العوضي وكل ما يخص الالعاب الاخرى داخل القلعه الحمراء بعد الفاصل مع كابتن خالد العوضي.